كأنها متاهة تحت الأرض. هكذا وصف خبراء عسكريون غربيون شبكة الأنفاق التي بنتها حماس تحت الأرض بعيدا عن أعين أبراج المراقبة وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، ما جعلها تمثل التحدي الأكبر بالنسبة للجيش الإسرائيلي. على الرغم من نشر تقديرات لحجم هذه الشبكة كالتي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية بأنها بطول 500 كيلومتر تحت الأرض، فإن الحجم والأبعاد الدقيقة لشبكة الأنفاق تبقى غير معروفة. قال عنها مصدر لوكالة رويترز بأنها تجعل من أنفاق الفيت كونغ في فيتنام تبدو وكأنها لعبة أطفال. تكمن صعوبة حرب الأنفاق بحسب ما أشار إليها جون سبنسر، وهو رئيس دراسات حرب المدن في الأكاديمية العسكرية الأمريكية، في تنفيذ عمليات هجومية داخل الأنفاق، لأن أنظمة الملاحة والاتصالات والرؤية لا تعمل ضمن هذه الظروف، كما أن ساحة المعركة تعطي أفضلية لمقاتلي حماس عبر إلغاء مزايا الجيش الإسرائيلي المتعلقة بالتطور العسكري والتكنولوجي داخل منظومته الحربية. تخطط إسرائيل لدخول هذه الأنفاق ومواجهة حماس بحسب ما نشرته صحيفة ميدل إيست أي عن مصادرها، بإغراق هذه الأنفاق بنوع من غاز الأعصاب بهدف شل الحركة الجسدية لمقاتلي حماس لمدة تتراوح بين 6 إلى 12 ساعة. خلال هذه الأثناء يتمكن الجنود الإسرائيليون من اختراق الأنفاق وتحرير الأسرى والقضاء على مقاتلي حماس، طبعا بحسب ما تشير إليه الخطة الإسرائيلية. كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل أعدت خطة لإغراق شبكة أنفاق حماس تحت قطاع غزة بمياه البحر الأبيض المتوسط من خلال تركيب مضخات ضخمة للمياه شمالي مخيم الشاطئ لضخ آلاف الأمتار المكعبة من مياه البحر إلى الأنفاق بهدف إغراقها خلال أسابيع. إلا أن هذه الخطط تضع حياة الأسرى المحتجزين لدى حماس تحت خطر الموت، هذا إن تمكنت إسرائيل من تنفيذها، وتبقى هذه المعطيات ضمن إطار ما يتداوله الإعلام الغربي والذي قد يتوافق مع الرؤية الإسرائيلية في التعامل مع الفصائل الفلسطينية.